الكلمة الأولى في هذا الحدث مع سعادة عبد الحكيم الواعر المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، معالي الوزير هاني سويلم، سعد الله صباحكم جميعا بكل خير. السيدات والسادة الكرام، إنه لشرف عظيم وامتياز رفيع أن أقف أمامكم اليوم للاحتفال بافتتاح أسبوع القاهرة السادس للمياه، والذي دأبت منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة الفاو على دعمه منذ انطلاقه. يؤكد موضوع هذا العام، وهو العمل على التكيف في قطاع المياه من أجل الاستدامة، على مسؤوليتنا الجماعية تجاه حماية مواردنا المائية، لا سيما خلال الأوقات الحرجة التي نمر بها والتي نواجه خلالها صعوبات عديدة، من بينها آثار تغير المناخ والنزاعات والتوترات السياسية والنمو السكاني والضغط المتزايد على نظمنا البيئية الطبيعية. لذلك لابد أن نتخذ إجراءات جماعية حاسمة للتغلب على هذه التحديات المعقدة. السيدات والسادة، المياه هي شريان الحياة لكوكبنا ولبشريتنا، فهي أساس التنمية البشرية والسلامة البيئية والازدهار الاقتصادي. ومع ذلك، فإن ندرة المياه وعدم كفاية فرص الحصول على المياه النظيفة تظل عائقاً كبيراً أمام المليارات من البشر في جميع أنحاء العالم على العموم وفي منطقتنا على الخصوص. وفي الوقت الذي نشهد فيه العواقب المدمرة للظواهر الجوية المتطرفة وفترات الجفاف الطويلة وارتفاع منسوب مياه البحر، يصبح من الجلي أنه يتعين علينا تكييف نهجنا مع الإدارة الشاملة والمتكاملة للأراضي والمياه لضمان مستقبل مستدام وقادر على الصمود. ومع ارتفاع وتيرة المنافسة على المياه، ومن المتوقع أن تصبح ندرة المياه في منطقتنا وبشكل متزايد المحرك الرئيسي للنزاع والنزوح. تبلغ حصة الفرد في المياه ومن المياه العذبة المتوفرة في منطقتنا حوالي عشر المتوسط العالمي، ومن المتوقع أن تتواصل هذه المعدلات انخفاضها مع استمرار النمو السكاني. في الوقت الحالي لا تتجاوز حصة الفرد من المياه المتجددة 25% مما كانت عليه في ستينات القرن الماضي. علاوة على ذلك، يؤدي الإفراط في سحب المياه الجوفية إلى استنزاف واسع النطاق وتدهور جودة المياه وتسرب المياه المالحة، والإدارة غير المناسبة لهذه الموارد المحجوبة عن رؤيتنا هي السبب وراء المعدلات السريعة لتدهور المياه الجوفية التي لوحظت في جميع أنحاء المنطقة في السنوات الأخيرة. ومما يزيد الوضع سوءاً تزايد التوترات والديناميكيات الجيوسياسية في المنطقة، مما يؤثر على شبكات المياه ويدمر البنية التحتية للمياه والري، ويؤدي إلى عواقب طويلة الأمد على الأمن المائي والغذائي. وتؤدي أثار تغير المناخ إلى تفاقم ندرة المياه، وتتحدى قدرتنا على إدارة الموارد الطبيعية على نحو مستدام. وتؤدي الظواهر الجوية المتطرفة المتزايدة والمتكررة وحالات الجفاف والفيضانات إلى إجهاد نظمنا البيئية، مع ما يترتب على ذلك من عواقب سلبية على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي. في عام 2021 تسببت الكوارث المتعلقة بالمياه بوفاة 6500 شخص وتضرر أكثر من 99 مليون آخرين، وأسفرت عن خسائر اقتصادية بلغت قيمتها 224 مليار دولار أمريكي في جميع أنحاء العالم. وفي العام نفسه كانت منطقتنا العربية الموقع الرئيسي لثلاث كوارث متصلة بالمياه، صنفت ضمن الكوارث العشر الأشد في العالم
من حيث عدد المتضررين، وعانى منها تحديداً كل من العراق والصومال وسوريا. شهدنا هذا العام أيضاً في 10 سبتمبر/أيلول الفيضانات المدمرة في ليبيا، والتي أثرت على حياة أكثر من 800,000 شخص، بينهم 300,000 طفل، وتسببت في وفاة أكثر من 4,000 شخص. وأفادت التقارير أن العديد من المزارعين فقدوا القدرة على تنمية الموارد الحيوانية خلال هذه الفيضانات، ومن المحتمل أن يمتد تأثيرها إلى ما يقرب من 3,000 هكتار من الأراضي الزراعية. السيدات والسادة، تعتبر الزراعة أكثر مستخدم للموارد المائية الشحيحة بشكل متزايد في المنطقة، لذلك يتحمل القطاع الزراعي أكثر من غيره من القطاعات عواقب هذه الأحداث المدمرة التي تتجاوز في تأثيرها هذا المدى القصير، ويتحمل أصحاب الحيازات الصغيرة تحديداً هذا العبء بشكل مباشر. تؤثر الإنتاجية الزراعية على سبل عيش الملايين من السكان، خصوصاً المناطق الريفية، بما في ذلك صغار المزارعين، من خلال اعتماد تكنولوجيات مبتكرة واستثمارات ذكية وأطر سياسات داعمة. يمكن للقطاع الزراعي أن يصبح محركاً للتغيير الإيجابي، ويقلل من حجم الخسائر المتكبدة عن طريق اعتماد نظم إنتاج مبتكرة ونماذج معالجة تتسم بالكفاءة في استخدام الطاقة والحفاظ على الأراضي والتربة والغابات واستعادتها، من خلال تعزيز الاستخدام الفعال للمياه والاستثمار في الممارسات الزراعية القادرة على الصمود. سنتمكن ليس فقط من تأمين إمداداتنا الغذائية، بل أيضاً من التخفيف من الأثار السلبية لتغير المناخ على المجتمعات الضعيفة. منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو تعمل مع البلدان الأعضاء والشركاء الآخرين على تحقيق هذه التغييرات، وتماشياً مع رحلة المياه الجديدة التي أطلقتها منظمة الأغذية والزراعة، والتي تؤكد ضرورة الإدارة المتكاملة للموارد المائية لتحقيق الأمن الغذائي والزراعي، لتحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة. اتخذ المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو خطوات قوية نحو إدارة متعددة التخصصات ومشتركة بين القطاعات، بالإضافة إلى تعزيز اتساق السياسات. ومن خلال المبادرة الإقليمية لندرة المياه لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، نعمل على تعزيز ممارسات الإدارة المتكاملة للأراضي والمياه التي يمكن أن توفر فوائد متعددة، بما في ذلك التحول السلس الذكي مناخياً في قطاع المياه. تنظم منظمة الأغذية والزراعة هذا العام خلال أسبوع القاهرة للمياه مساراً مخصصاً ضمن أسبوع القاهرة للمياه، يستمر لمدة يومين، يوم الغد وبعد غد. يهدف هذا المسار إلى منحنا جميعاً الفرصة للتعرف على الاستراتيجيات العملية والتكنولوجيات المبتكرة والإجراءات السياسية التي يمكن أن تؤدي إلى التكيف المستدام مع المياه وتعزيز الأمن الغذائي للأجيال القادمة. إنها أيضاً فرصة للحكومات وممثلي الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص للتعاون ورسم مسار جماعي للمضي بدءاً يداً بيد مع المنظمة. دعونا نسخر قوة التعاون والابتكار والعمل الجماعي لضمان أن يصبح التكيف مع المياه ركيزة أساسية في جدول أعمالنا للتنمية المستدامة. أشكركم جميعاً على الحضور وعلى التزامكم، لنعمل معاً على تغيير وضعنا الحالي ونخلق عالماً لا تكون فيه المياه مجرد مصدر للحياة، بل حافزاً للمستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً. شكراً.